في الغابة. إلا شتو بحال هادشي هربوا دغيا حيت ماشي نبتة. عش ديال أقدم نوع ديال العنكبوت. قبل ما يتعلموا يديروا الشبكة كانوا كيعيشوا تحت الأرض، حيت ما تيشوفوش مزيان كيأتاكيو أي فيبراسيو حداهم. أنت ديال هاد النوع كتعيش فوق 16 عام بلا ما عمرها تحتاج تخرج من العش ديالك. باي باي.